هنعمل مع بعض صوص التوفي. دي نص كوبايه سكر احطها على النار ومعاها معلقه زبده. في جانبي بقى هحط معلقه نشا، معلقه كبيره، معلقه نشا ممسوحه كبيره، معلقه كبيره كريم شانتيه اللي هو الخام، مفيش خام تحطي معلقتين من اللي هو التاني. دي كوبايه لبن. هاخد السكر والزبده معايا على النار، بس الاول هخلط دول مع بعض. حط النشا والكريم شانتيه، كوبايه اللبن. هنا بقى هدوب ده كله مع بعض لحد ما يدوبوا، واروح اعمل السكر على اللي على النار. هنا بقى هنزل على النار بالسكر وهوطي عليه عشان يتكرمل الاول معايا. مش هقلبه ولا اجي جنبه، بس هفرشه كده في الصينيه عشان يتكرمل براحته. يعني شوفوا هنا اهو على موطي النار خالص، هو لوحده مش هقلبه ولا اجي جنبه، هتلاقوه بدا يدوب كده على بعضه، ما جيش جنبه خالص ولا قلب. شوفوا هنا اهو بدا يدوب خالص، فاضل بس شويه اللي في النص دول. اول ما هيدوب هنزل عليه بالزبده. هنزل بقى بالخليط كده، هتلاقيه كلكع معاكي، هو هيبقى هيفك لوحده دلوقتي على النار. خلاص هنا بقى اهو كل حاجه دابت، هطفي بقى عليه واسيبه يبرد خالص، وتزوقي بيه التورته اللي تعملي بيه بسكويت اللي يعجبك.